تشكل وضعية المهاجرين القاصرين غير المرافقين المحتجزين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والجدل حول تغيير توقيت الساعة في كندا أبرز اهتمامات الصحف الأمريكية الصادرة اليوم. ففي أمريكا كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن طلبت من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دعمها في تدبير العدد المتزايد من الأطفال والمراهقين في مراكز الاحتجاز على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وسط تصاعد للانتقادات بشأن معاملة هؤلاء المهاجرين الشباب الذين تم توقيفهم على الحدود. وأبرزت الصحيفة أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ التي تقدم عادة مساعدة مالية خلال الكوارث الطبيعية ستساعد في إيجاد المأوى وتوفير الغذاء والماء والعلاجات الطبية الأساسية للآلاف من المهاجرين الشباب. وأضافت أن الإدارة طلبت أيضا من موظفي وزارة الأمن الداخلي التطوع للمساعدة في علاج ومساعدة القاصرين غير المرافقين. في كندا تمت صحيفة لابريس بتغيير توقيت الساعة مشيرة إلى أن الخبراء يرون أنه ينبغي التفكير في وجهة هذا التدبير. وكتبت الصحيفة أنه على غرار كل ربيع قامت كيبيك بزيادة ساعات في التوقيت ليلة السبت الأحد، وبالنسبة لبعض المتخصصين فإنه ينبغي التساؤل حول هذا التقليد القديم حيث أن عددا متزايدا من المعطيات العلمية تظهر أثره النفسي الضار.